تخلصي في ميرنا. دابا المواطن حتى البيض وماطي شاغله عليه. السردين هنا تيتراوح الثمن ديالو من 20 ل 25، الشطون من 25 ل 30. الله يكون لك في العوان. علاش الله يكون لك في العوان؟ حيت الدواجن طالعه، اللحوم طالعه، فواكه طالعه، خضروات طالعه، الاسماك طالعه. هذا المواطن مسكين واش عنده الزياده في الخلصه؟ ما عندوش الزياده في الخلصه، خلصته هي هي. لا هو خويا الحوت كيدخل من البحر بثمن، وملي كيبقى يتنقل البيع والشراء ديالو من يد ليد كيرتفع في الثمن. ملي كيوصل المواطن اللي هو المستهلك كيوصلوا بثمن غالي، وكيسحبوا المواطن على الحوت غالي، وما هما اللي مغليينه. راسمالين اللي عندهم راسمال، انت كتشري الشريه مثلا ب 20 مليون، واحد اخر تيعطيك فيها 21 مليون، كتولي اثنين. ملي كتوصل المواطن السردين داخل من البحر ب 7 درهم ولا ب 8، حتى كيوصل المواطن ب 400 500 ريال. هذا هو الاسباب ديال الغلاء. المواطن العادي مسكين اللي ما عندوش المنظار صحيحه ما يمكنلوش يتقضى الحوت من هنا، لان الحوت هنايا الحوت رخيص 30 درهم. كاين الحوت هنا اللي يساوي 12000 فرنك 13000 فرنك ديال الثمن ديالو، ورخيص هنايا 600 درهم. اذا بالنسبه للمواطن المسكين اللي ما عندوش مدخول كي غادي يدير يشري الحوت؟ وما يمكنش دابا المواطن عادي ياكل الحوت يوميين. دابا المواطن كنقلبوا حتى القرعه الزيت بلديه ما بقاتش عنده في الدار. المسؤولين كنقول لهم الله يهديهم على المواطن، لان المواطن هو الوطن. الوطن بدون مواطن ماشي وطن. احنا خصنا نحتفظوا على المواطن، المواطن اللي هو كيقول الله الوطن المالك. احنا معتمدين على الله وعلى سيدنا. يهضر مع المسؤولين اللي كينصبهم في المناصب، يهضر معاهم. بحال دابا هذا الغلاء ديال المعيشه، البطاطا ديالها، كلشي كلشي الله يحفظ. دابا المواطن اللي هو هكا وهكا ما يتجوش. انا هذا رايي، انا هذا رايي، ما يتجوش وما يولد الاولاد، من ان ما غاديش يقد بهم، ما غاديش يمتعهم. حنا طحنا على والدينا وخاص، ماشي بحال اللي عاد غادي يتزاد. دابا المواطن ما خصوش دابا اللي هو عزري ديال راسو يبقى عزري، ما يولدش الاولاد. الولد خصو يقرا، خصو يلبس، خصو ياكل، خصو يتمتع، خصو العطله السنويه ديالو. ما يمكنش نقول لك لا اخنوش ولا هذا ولا هذا. اخنوشات هما كاينين، يعني اخنوش راهي في الواجهه. دابا المواطن كيقول اخنوش، اخنوش راه ما دار لكم والو. يد وحده ما كت اخنوش خص هذوك اللي ضايرين به يهضر معاهم سيدنا، يقول لهم اودي رطبوا مع الشعب شويه. حنا بغينا البطاطا تكون هي بجوج دراهم في المغرب ديالنا، وبغينا البصله تكون هي بدرهم، وماطيشه تكون هي بجوج دراهم. القوت اليومي اليومي دابا، لان الانسان دابا ملي كيفيق في الصباح ما كيمشيش يشري كومبلي ولا يشري سبرديله ولا يشري الدرويش. راه منكر هذا الشري. لا السردين دابا، السردين راه في رمضان كيوصل 40 درهم، وكاين في شي مدن كبرى كيوصل حتى ل 50 درهم. بحال تقول حنا ما عندنا، حنا الحوت كنستوردوه، وحنا الحوت تبارك الله راه عندنا جوج ديال البحوره، جوج الواجهات عندنا. بالعكس حنا خص تينا غلا اللحم، الحوت بالنسبه لبلادنا خصنا ناكلوه شويه ولا لا يلاه. وانا دابا اللي كنهضر معاك راه ما كليتش الميغلا دابا هادي شي 3 سنين ولا 4، الفرخ ما كليتوش هادي دابا شي 2 ولا 3 سنين حتى هو. ما بقيناش كنوصلوا يدينا لفمنا، ما بقيناش كنوصلوها. دابا الا بغيتي دير غير كاميلات البطاطا بوحدها كطيح عليك بالثمن. باطين حتى البيض وماطي شاغله عليه. المواطن اللي ما عندوش الماندا، انا كنقول لك المواطن اللي هو مسكين ما عنده ماندا، ما عنده سكنه، ما عنده والو، غير هو اللي كاين. انا كاميليا بن سالم، بائعه سمك في المرسى ديال سلا، مرحبا بكم عندنا. بالنسبه للاسماك اخوتي، هذا الصيف هذا كاين الاسماك شويه قلالين كما تنقولوا. علاش؟ هذا الشيء راجع للصياده ديال الرطاله. قلت لكم اخوتي شهر 7 و8 طالقين من وزاره الصيد البحري مطلقه الصياده ديال الرطاله عموميه في المراسي كاملين، شهر 7 اللي هو جويي واوت اللي هو شهر 8، يعني تيكون الحوت العرض ديال الحوت الاخر قليل والاقبال كثير. ملي تيكون الاقبال كثير وتيكون العرض قليل تيطلع الثمن. كلشي باغي واحد النوع وهو قليل تتكون المزايده عليه. بالنسبه للمرصه ديالنا حنايا الجوده والطراوه كما تنقولوا دائما، علاش؟ حيت المرصه ديالنا تتنتج حوت اللي هو طري ديال ساعته. السردين انا ما اختصاصيش في السردين، ولكن واحد اللي عندنا تيبيع السردين هنا تيتراوح الثمن ديالو من 20 ل 25، الشطون من 25 ل 30. عاوتاني حتى هما تيشريوه غالي الله يحسن العوان، من 500 درهم ل 550 الى طاح 450 درهم، حتى هو غالي في هذه الفتره هذه. بالنسبه للدرويش شنقولوا له؟ تنقولوا له الله يكون لك في العوان.
علاش الله يكون لك في العوان، حيت الدواجن طالعه، اللحوم طالعه، فواكه طالعه، خضروات طالعه، الاسماك طالعه. هذا المواطن مسكين واش عنده الزياده في الخلصه؟ ما عندوش الزياده في الخلصه، خلصته هي هي. وهذا المواطن انا تنقولها بحكم انني انا من نفسي تنطلق هذا الشيء، تنبيع الحوت وكاين شي حوت ما تنديش لداري. علاش؟ حيت غادي ناكل من البردعه كما تنقولوا، اللي هو راس المال ديال الناس، الغلاف كل شيء. تنوجه نداء للناس المسؤولين يشوفوا فهاد المواطن بعين الرحمه ويديروا شي حاجه باش تقد الاوضاع وتقد الميزانيه باش الناس تعيش في ظروف ملائمه. هذا هو. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.